يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله بعض الفرق وهي الماتوردية والقادرية والبهائية، فأين نجد تعريفا لها؟ أنا ما ذكرت البهائية، أنت اللي ذكرتها. نعم، والماتوردية ما هو مذهب صوفي، هذا مذهب تأويل مثل الأشاعرة، لكن القادرية والنقشبندية وإلى آخره هذه مذاهب صوفية، طرق تسمى الطرق الصوفية، وبعض من تنسب إليه هو منها بري مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله، قادرية ينتسبون إلى الإمام عبد القادر وهو بريء منهم، يكذبون عليه. نعم، وأما البهائية هؤلاء الذين يقولون إن الله يكون في الإنسان، فالجمال الذي في الإنسان هذا هو الله جل وعلا. نعم.